ولا عندنا بطاطين، لا عندنا مراتب راكدين كده غايتر. في ناس جوا سراير بمراتب، ما عندنا والله، ما عندنا لا بطانية لا مرتبة لا سرير، قاعدين عندنا فرشة نروح مع بناتي الحمد لله. في البرد ده ايام ده ما انا حملها، يا الله امين ننومه، ما عند قوتها وما عند اي حاجه، عندي رطوبه شديد وعندي مسوق ذاته. شيت هذا صعب، بس ذري صعب، بس يا الله يا الله بقول حطينا نخط بشنو. شيت جاء وذري صعب وحاجات بخط ما فيه. الشتا دي يا اخوانا في الامراض الكثير وخير كده، زي الاطفال دي بيكونوا ما مرتاحين لا نفسيا ولا عقليا خالص، لانه الكرانك دي ذاته ما عندنا فوقه مشمعات، ولا عندنا بتاتين، ولا عندنا خطايات، لا عندنا سراير. عندنا سراير ده المهم فيه ما في، ما مهم، مهم لنا البطاطين والخطايات والفرشات. الاطفال علينا اقل، احنا الكبار ده مشكله، لكن الاطفال بيحتاجوا دي كلهم. مين جينا ذا طغرا فيه ده عند أمانة، احنا من زمان جينا لا لقينا الكرد ولا لقينا الصرف، قاعدين بس في الفادي. وعندنا بعد ما قلنا انا هنا قالوا ما تفقد الامل، احتمال يجوكم وكده، عارفين لحد الان. هذا الهرب ده بعد حصل، انا قيت وما عندي زول بدئني، انا زوجي مفقود وعيالي خمسة واخوي شقيقي طبعا طلع من البيت لمدة 8 شهور، مشى اتجاه القيادة ما لقينا، في الاخير قال لنا اخوكم قتلوه، مشينا رجعنا الجنينة عشان نبحث عن جثته، ما لقينا أخونا ده لا ميت لا حي، شالوه ولا ما ناس دفنوهم في القيادة، ما قدرنا نلقى أخونا ده أصلا، عنده 8 طفل. اتضررنا والله، اتحركنا ودخلوا لنا، المهم أن احنا 6 يوم أمي كانت أيانا، عندها دخلت وشالوا الحبوب مع حاجاتها كل قروشها وحاجاتها، أمي تعبت وأنا ما قدرت أيانا، أنا ذاتي ما قدرت نطلع من البيت. قعدت مع امي وبنتي الصغيره في البيت لمده 6 يوم، وبيجونا العرب خاشين يعني، بيجوا بيقول لنا اطلعوا برا اقعدوا، عندكم سلاحات عندكم او الرجال جوا، نقول لهم ما عندنا حاجه يعني هنا. احنا ما لمينا 29 يوم اخوي ده قال قتلوا كتم بتوالي خلاص، انا جانا جداد امي كل هليت جرد ماشي، لا انا دقوني دقوني تعبوني سكوني بورا دقوني تعبوني، انا هليت رجعت، قال اخوك ده مفهوم لا حسن عن لا هي لا ميت لا شطر ولا قايت ما دقيقة لا حس أنا أنا أمي دا زي جنة ترى سببها بتفتفت، أنا جسبتها بأي طريقة، جبتها في أدوكم رفعت جبتها في الشات، الحمد لله جينا في الشات هواجه أدونا يا ترى إيش وأدس والزيت، أنا أمي دا نحل نمشي يوم يكبر بوريشي ما كتير نجاسب الراجل كمل من هرجع من جينا فات سافر نجاسب يومي ب3 ريال نمشي نشتكي نجيب. طلعنا بإحنا بس بملابسها لابسين ماشي لأي شيء مع الناس، بس طلعنا برضو ملقينا معانا شديد في الشوارع، قاعدين يوقفوا الناس يجرجروا ولا ينزلوا، والشباب كان معانا والوين وين لقطوهم نزلوهم، وبعد جرجرة شديد يلا ما جينا أي حاجة، جينا دينا 10 جرينا دا أنين هرقونا 4 سنة بحركنا نمشي المراكز، قال تاني أمشي جدد بقولوا نمشي بحركنا نجو بكتلوم القايد نجو تاني أمشي 3 مرات جرينا هرقونا نيوتونا دقونا المات مات الحي هي جينا كمان ما لقينا اي دعم من اي اتجاه عشان يعني نبنوا محل، قعدنا لفتره بعد ذاك المهم بجاي لقينا عملنا لنا محل خشينا قعدنا، ما جانا اي دعم غير الكريت اسره واحد صرفنا مره ولا مرتين خلاص، لكن ما في حاجه ثاني جانا من اتجاه المنظمه ولا باتجاه اي شيء. ما عندك مصدر دخل ده بكون صعب وكده، وخير كده انا والله ظروفي صعب فعلا ما بسمح لي انه هسي ما عندي كريت ندعم لاطفالي ديل، وثاني شيء ما عندي حاجه بياكلوا ولا يشربوا، ولا عندنا كرانك زي الناس، لا عندنا مشمات لا عندنا بتاتين، ظروفنا صعبه. هذا في معسكر والله الزرب صعب، زمن الشتاء بتاتين ما في، ويا ترى ما في هسه ايه يا ترى، انا ساعدونا تامين نسوي ناكل، ادوات ما في وسكر ما في.
من جينا ايش وعدس وزيت ما اعرف حاجه ما لقينا. الحمد لله من سلامه بفكي ده انا نقيت الحمد لله. شيت هذا صعب بس ذري صعب بس يا الله يا عيال بقول حطينا نخط بشنو شيت جاء وزري صعب وحاجات بخط ما في. الناس كثيرين بكون معانين زينا كده وكده. اتمنى انه يجيبوا لنا المشمات والفرشات والبتاتين الاغطيه ديل.